برنامج اسمه مباشر من مصر، برنامج اسبوعي ينطلق قريبا على القاهره الاخباريه اللي مجموعه القنوات اللي بشرونا بيها، وان دي هتطلع ترد على شائعات الاعلام الاخواني. بس المشكله هو بقى ان مفيش ابداع. يعني مريم بتقول ان ده برنامجي وانا وزمايلي من 2010 مباشر من مصر، وانا استضفت احمد الطهري قبل كده في حلقه من البرنامج ده، قوم يجي النهارده ياخد برنامجي بنفس المضمون.